السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نواصل تحليل النص الأول من الحكاية المثلية كليلة ودمنة. النص تحت عنوان دمنة يحرش الأسد على الثور. سبق وأن قدمنا النص، صغنا موضوعه وأذكر بالموضوع، وهو تحريش دمنة الأسد على الثور مقنعا إياه بخيانته، مستعملا في ذلك حججا متنوعة. قسمنا النص إلى ثلاثة مقاطع والآن نشرع في تحليله. طبعا التمهيد هنا شيء ضروري، علينا أن نقرأ التمهيد لنضع أنفسنا في الإطار العام للقصة. فيعني هذه القصة، هذا النص هو جزء من قصة عامة أيضا. إذا قرب الأسد الثور وجعله من خاصته، فأراد دمنة أن يوقع بينهما لينال الحظوة عند الأسد، وقد حاول أخوه كليلة ثنيه عن عزمه ففشل. إذا لو وضعتكم في الإطار العام، سوف تجدون أن دمنة في مرة من المرات خرج يتجول، فرأى ثورا وخاله عدوا من الأعداء، فذهب إلى الأسد وأخبره، فأمر الأسد دمنة بأن يحضر له هذا الثور فأحضره، فتقرب الثور من الأسد لدرجة أنه أضحى خطرا على منصب دمنة. واضح؟ فأشعر دمنة حينئذ بنوع من الغضب، بنوع من الحقد، بنوع من الحسد، مما دفعه إلى أن يوقع بين الأسد والثور كي يسترجع هو مكانته. لكن رغم ثني أخيه كليلة، إلا أنه إذن هم بتنفيذ خطته، ألا وهي الإيقاع بين الأسد والثور. نشرع بقراءة المقطع الأول وتحليله. ثم إن دمنة ترك الدخول على الأسد أياما كثيرة. ماذا تلاحظون؟ النص افتتح بثم، أداة استئناف تفيد الجمع مع التراخي. فهناك قصة، هناك أحداث سابقة لهذا، هناك أحداث سابقة، وهنالك نوع من ربما التفكير، التخطيط للفكرة التي سينجزها. بعد أن تبلورت الفكرة شرع، إذن فكرة تبلورت بطريقة كيف نقول بين ظفرين على نار هادئة، ثم شرع دمنة في تخطيط في تنفيذ خطته. ثم إن دمنة ترك الدخول على الأسد أياما كثيرة. لاحظوا، أي أن هذا دمنة الشخصية ماذا فعل؟ ابتعد عن الأسد مدة من الزمن. لماذا يا ترى؟ لماذا يبتعد عن الأسد لهذه المدة وهو من أقربائه وأصفيائه؟ طبعا هنا ابتعد عن الأسد كي يجعل يعني كي يحضره أو يجعله مهيئا للمكيدة، ويكون إقناعه بها أمرا يسيرا وسهلا. ثم أتاه على خلوة منه. لم يأتي الأسد أمام الملأ، أمام الحاشية وأمام الجند، لا، أتاه بمفرده. يعني أن دمنة خطط تخطيطا دقيقا لتنفيذ مكيدته. اختار الأسد، إذن بقي مدة لم يقابل الأسد، ثم أتاه على خلوة. لماذا؟ كي لا يسجل عليه أي أحد ما سيقول، يعني كي ينفرد بالأسد. هذا الأسد ربما يكون ضعيف الشخصية، فالتأثير عليه أمر سهل. فقال له الأسد: ما حبسك علي؟ تلاحظون الحوار، أسلوب الحوار. إذن الأسد إذن بدأ في الوقوع في الفخ. فسؤاله عن دمنة أو عن غياب دمنة عنه كل هذه المدة أمر مشروع، وأمر يعني يدل على بداية وقوعه في الفخ. وهل حدث أمر؟ إذن كلها أساليب إنشائية طلبية. قال دمنة: حدث ما لم يكن الملك يريده ولا أحد من جنده. لاحظوا، سؤال الأسد ثم ماذا؟ جواب دمنة الذي اكتنفه الغموض. حدث ما لم يكن الملك يريده، حدث ما لم يكن في الحسبان. هنالك تهويل وتضخيم. لماذا؟ للفعل الذي سيذكره. قال: وما ذلك؟ قال: كلام فظيع. إذن كلام فظيع، لاحظوا النعوت التي أسندها لما سيقول. فهنا يهيئ الأسد نفسيا كي يتقبل ما سيقوله دمنة. وهنا طبعا
الحوار وظف من أجل ماذا؟ من أجل بناء الأحداث ومن أجل نمو الأحداث نحو ماذا؟ نحو العقدة. قال أخبرني به الاستخبار. الآن دمنة سيخبره. قال دمنة أخبرني الأمين الصدوق عندي. من هو هذا الأمين الصدوق؟ شخصية من الشخصيات المجهولة أولا بالنسبة لنا وبالنسبة للأسد وبالنسبة لدمنة، هو شخصية أو راو موثوق به، وهذه تعتبر حجة شاهد قولي. فدمنة إذن لكي يقنع الأسد بخطته عليه أن يوظف مجموعة من الحجج المقنعة، وابتدأها بالحجة الأضعف ألا وهي حجة الشاهد القولي. ما أخبره هذا الأمين الصدوق؟ أن شتربة خلا برؤوس جندك وقال لهم. لاحظ، يعني هذا الأمين الصدوق الذي يصدقه دمنا وهو على حق وصواب، أخبره بأن شتربة إذن يبث الفتنة، يهيئ الجند لماذا؟ لعملية انقلاب، وهو بطريقة غير مباشرة أو مباشرة يقول للأسد بأن الثورة أصبح مصدر خطر عليك ومصدر خطر على حكمك، وهو مؤذن بزوال عرشك. هنا هل اقتنع الأسد؟ ما زلنا لم نرى. ننظر ماذا قاله، ثم يأتي بأقوال شتربة على لسانه. إني قد خبرت الأسد وبلوت رأيه ومكيدته. يعني الثور هنا يتحدث بأنه قد خبر الأسد وعرف يعني نفسيته وعرف قوته، فاستبان له أن ذلك يؤول منه إلى ضعف وعجز. يعني أن شتربة يقول بأن الأسد ما به شخصية ضعيفة وعاجزة، وسيكون لي وله شأن من الشؤون. فلما بلغني ذلك علمت أن شتربة غدار خوان غدار. لاحظوا الصفات، يعني تركيز على مسألة الخيانة، خوان غدار، وهذه الصفات يعني تتصل بجانب الملك بالأساس. يعني هنا يحاول دمنا أن يقنع الأسد بأن الثورة عدوه الأكبر وعدوه الذي يمثل خطرا على حكمه، وأنك أكرمته الكرامة كلها وجعلته نظير نفسك، فهو يظن أنه مثلك، وأنك متى أزلت عن مكانك كان له ملكك. لعب على عواطف الأسد. إذن قال الأسد لا أظن الثور يغشني. هل اقتنع الأسد بكل هذه الأقوال التي قالها دمنا؟ لا، ما زال لم يقتنع بعد. لكن لا أظن الثور يغشني. بعدها وكيف يفعل ذلك ولم يرى مني سوءا قط، ولم أدع خيرا إلا فعلته معه. هنا بدأ الأسد في ماذا؟ في مسألة الشك. بدأ يشك، واضح؟ بدأ يشك مما من من أو أقوال دمنا جعلته يشك في هذا الثور الذي قربه وأكرمه. قال دمنة أيها الملك، لاحظوا النداء، إنه لم يحمله على ذلك إلا ما ذكرته من إكرامك له. يعني لو أنك لم تكرمه أنت لا ماذا فعل؟ لا ما حصل هذا. هنا دمنا يستحضر حجة واقعية وهي كرم الأسد، فالأسد أكرم الجميع ومنهم الثور الذي قربه وجعله من خاصته رغم أنه لا يعرفه. فإن اللئيم ما به لا يزال نافعا ناصحا حتى يرفع إلى المنزلة التي ليس لها بأهل، فإذا بلغها اشرأبت نفسه إلى ما فوقها، ولا سيما أهل الخيانة والفجور. إذن هنا تلاحظون أن دمنا يستحضر حجة حكمة. ما هي؟ إن اللئيم، هذا اللئيم الذي لا يزال نافعا ناصحا، إنسان لئيم ينفعك وينصحك ويقدم لك المساعدة إلى درجة متى؟ إلى أي حد؟ إلى أن يحقق مصلحته، وتلك سيمة من أو تلك سيمة وميزة من ميزات أهل الفجور وطبعا الفسق. فتلاحظون أن الحجة الأولى التي قدمها وهي حجة
الشاهد القولي أخبرني الأمين الصدوق فشلت، ففشلت في إقناع الأسدي، فالتجأ دمنة إلى حجة أخرى وهي أقوى في الإقناع، ألا وهي الحجة الواقعية ثم حجة الحكمة. هل اقتنع الأسد؟ لننظر فيما بعد. قال الأسد: لقد أغلظت في القول، لقد أغلظت في القول، يعني يا دمنة إنك قمت بماذا؟ بالمبالغة، فإنك تبالغ فيما تقول، يعني هناك نوع من الرفض. لكن لاحظوا، وإن كان شتربة معاديا لي كما تقول فإنه لا يستطيع أن يضرني. هنا تلاحظون بداية الململة وبداية الشك، وكيف يقدر على ذلك وهو آكل عشب وأنا آكل لحم؟ وهنا وقع الأسد في ماذا؟ في جب دمنة. كيف؟ إذن بما أنه يقول هو آكل عشب وأنا آكل لحم، يعني أنا آليا سأهزم ذلك الثور الذي هو آكل عشب، وهنا تلاحظون وقوعه في الفخ. وإنما هو لي طعام وليس علي منه مخافة. وهنا بدأت تظهر شخصية الأسد المتمرد، شخصية الأسد القوي، شخصية الأسد المستبد. واضح؟ قال دمنة: لا يغرنك قولك هو لي طعام وليس علي منه مخافة، فإن شتربة إن لم يستطعك بنفسه احتال لك من قبل غيره. يعني تلاحظون أن هذا الثور حتى وإن لم يستطع أن يزيلك عن عرشك يا سيدي الملك، فإن شتربة قد تآمر مع الجند وتآمر مع حيوانات لاحمة أخرى هي التي ستزيلك عن عرشك وستقوض حكمك. ويقال هنا الآن يبدأ في ضرب المثل، أو مازال لم يضرب المثل ولكن حجة شاهد قولي أخرى. ويقال: إن استضافك ضيف ساعة من نهار وأنت تعرف أخلاقه فلا تأمنه على نفسك. واضح؟ يعني هنا مسألة، يعني يقول لنا إنك إن أضفت إنسانا لا تعرفه فإنك عليك أن تكون دائما في حذر منه، وهذا الأسد قد استضاف الثور وهو لا يعرفه. لذلك دمنة يقدم له النصيحة بأن ماذا يفعل؟ بأن يحاول تجنب الثور وأن لا يأمنه، ولا تأمن أن يصلك منه أو بسببه ما أصاب القملة والبرغوث. وهنا إذن يبدأ في حجة ضرب المثل. المقطع الثاني هو القملة والبرغوث. إذن قال الأسد: وكيف ذلك؟ تلاحظون أن بالنسبة لضرب الأمثال هناك شخصية تشير إشارة للمثل والأخرى تسألها، والشخصية الأخرى تعود لتروي وتفصل هذا المثل وتضمن القصة المضمنة. فالأمثال هناك أسلوب تعليمي، هناك أسلوب توعوي، هناك أسلوب تثقيفي من خلال هذه الأمثال وهذه الحكم. قال الأسد: كيف كان ذلك؟ بداية ماذا؟ التأثر. قال دمنة: زعموا أن قملة لزمت فراش رجل من الأغنياء. لاحظوا دخلنا في قصة أخرى، وهذه القصة إذن قصة فيها مكان، زمان، شخصيات، أحداث، يعني فيها بنية قصصية كاملة، وشخصيات المثل هي رموز لشخصيات القصة الأصلية. زعموا أن، مصطلح زعموا أن تكرر كثيرا في كليلة ودمنة وفي الحكاية المثلية عموما. زعموا أن هو فعل من أفعال القول، وهو إذن فعل من أفعال الحكاية، وهو يحيل على الخرافة، يحيل على الإمتاع، يحيل على إعمال العقل، يحيل على النقل أيضا، وكثير من المسائل الأخرى. إذن زعموا أن قملة وبرغوثا لزمت فراش رجل من الأغنياء دهرا، فكانت تصيب من دمه وهو نائم لا يشعر وتدب دبيبا رفيقا. المكان إذن فراش أحد الأغنياء، الزمان مطلق، وميزة الأمثال أن زمانها مطلق، الشخصيات القملة، وهذا الملك الذي كانت تعيش في رأسه هذه القملة. فمكثت كذلك حينا حتى استضافها ليلة من الليالي برغوث،
إذن استضافت القملة برغوثا أين؟ في رأس الملك. فقالت له: بت الليلة عندنا من دم طيب وفراش لين. هل القملة تعرف البرغوث؟ لا تعرفه، لكنها استضافته ولم تأمن شره. شأن القملة شأن الأسد الضحية، وشأن البرغوث شأن الثور الخائن بالنسبة لدمنة. فأقام البرغوث عندها حتى إذا أوى الرجل إلى فراشه، وثب البرغوث فلدغه لدغة أيقظته وأطارت النوم عنه. إذن البرغوث جاء كيف؟ جاء فلدغ السيد هذا الملك فأفاق من شدة الألم، بينما كانت القبلة تعيش وتقتات من دمه دون أن يشعر بأي شيء. فهذا الضيف الذي جاء للقملة ماذا فعل لها؟ إذن حل أو أحل بها الخرابة. وهنا دمنة إذا ضرب هذا المثل لماذا؟ لكي يقنع الأسد بأن يحذر من هذه الشخصية الجديدة، وهي شخصية الثور التي قد تكون مثلها، مثل ضرب المثل، مثل البرغوث الذي قام بما فعله مع القبلة. نواصل. فلدغه لدغة أيقظته وأثارت النار. فقام الرجل وأمر أن يفتش فراشه، فنظر فلم يرى إلا القملة. إذن القملة ماذا حصل لها؟ فأخذت فقصعت، يعني قتلت، وفر البرغوث. من الذي مات؟ ماتت القملة. ومن هي القملة؟ هي المضيفة لمن؟ للبرغوث الذي هو نجا وحل بالمكان دون أن يلحقه ضرر، وهي التي ماتت. ف دمنة إذن محاج بارع حاول توظيف هذا المثل من أجل الإقناع ومن أجل الترفيه ومن أجل التعليم. ونلاحظ أنه تدرج في ضربه للحجج، من الحجة الأضعف الشاهد القولي إلى حجة الواقعية إلى حجة الحكمة إلى الحجة العقلية، فأقوى حجة هي حجة ضرب المثل. فتدرج من الأقوى من الأضعف إلى الأقوى، الغرض منه إذن الإقناع بماذا؟ الإقناع بخيانة الثور للأسد وضرورة الحذر من شره. إذن نواصل. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن صاحب الشر لا يسلم من شره أحد. من هو صاحب الشر بالنسبة لدمنة؟ هو الثور. إذن تلاحظون تركيز على ماذا؟ على خلق بلبلة وفتنة بين الثور الذي يعتبر منافسا لدمنة، وهو من إذا أردنا أن ننظر إليه في الواقع فهو من الوزراء المقربين، والأسد وهو الحاكم، ودمنة هو الحاشية الخائنة أو الحاشية الانتهازية. وإنه ضعف عن ذلك جاء الشر بسببه، يعني مثل البرغوث جاء الشر بسببه للقبلة فماتت هي وبقي هو على قيد الحياة. وإن كنت لا تخاف من شطربة فخف غيره من جندك الذين قد حرشهم عليك وحملهم على عداوتك. لاحظوا هذه الشخصية الماكرة، شخصية دمنة شخصية ماكرة، شخصية إذن تسعى لبث الفتنة والبلبلة بين الناس. وسننظر الآن هل نجحت في ذلك، هل نجحت في إقناع الأسد بكل هذه الحجج أم لا. فوقع في نفس الأسد، إذن المقطع الثالث والأخير، فوقع في نفس الأسد كلام دمنة. الفاء هنا ماذا تدل؟ تدل على النتيجة. إذن هنالك حجج قدمت فوقع النتيجة، إذن وقع في نفس الأسد كلام دمنة، أي تأثر الأسد بماذا؟ بكل تلك الحجج التي ضربها دمنة وبمسألة خيانة الثوري. فما الذي ترى إذن وبماذا تشير؟ لاحظوا أن الجمل الاستفهامية، جمل الاستخبار هذه التي قالها الأسد تدل على حيرته وتدل على استشارته ورغبته في النصيحة وفي المشورة. فهنا تلاحظون إذن أن دمنة تمكن من إقناع الأسد بخيانة الثوري، والآن ماذا سيفعل بعد أن هيأ الأسد؟ سينطلق في مرحلته الثانية من الخطة، وهي التحريض،
تحريض الأسد على الثور وتأليبه وتحريشه عليه. إن الضرس المأكول لا يزال صاحبه منه في ألم وأذى حتى يقلعه. يعني وكأن الثور أصبح ضرسا ما به مأكولا فيه السوس، وهذا الضرس لا نرتاح ولا يعني نشعر براحة إلا إذا أزلناه وارتحنا منه. فلا يدخلن عليك شتربة إلا وأنت مستعد له. إذن ضرورة الاستعداد، وإياك أن تصيبك منه غرة أو غفلة. إذن عليك باليقظة والتأهب. فإني لا أحسب الملك حين يدخل عليه إلا سيعرف أنه قد هم بعظيمة. يعني الآن الأسد عندما سيأتيه الثور سيكون عليه مجموعة من العلامات، مجموعة من الأشياء أو الإشارات التي تدل على مكره وتدل على شره، واضح؟ وحتى يدخل عليه إلا سيعرف أنه قد هم بعظيمة. ومن علامات ذلك، الآن سيشرع في تقديم علامات معينة، أنك ترى هيئته متغيرة. إذن الهيئة المتغيرة، ترى أوصاله ترعد، إذن أعضاؤه تتحرك غضبا، تراه ملتفتا يمينا وشمالا. هنا علامة ثالثة، ستراه يصوب قرنيه كالذي هم بالقتال أو النطاح. إذن تلاحظون أن دمنا ماذا فعل؟ سرد مجموعة من العلامات للأسد ليهيئه. هل أن هذه العلامات كيف سوف يعني يقنع الثورة مثلا؟ هل الثور سيقوم بهذه العلامات حقا؟ هذا ما سنراه في النص المقبل. هل سوف يأتي الثور بهذه العلامات أم لا؟ وكيف سوف يعني يهيئ دمنا الثورة ليكون مطابقا لهذه الشروط وهذه العلامات كي يقاتله الأسد؟ قال الأسد، عذرا، قال الأسد سأكون، إذن سأكون منه على حذر، وإن رأيت منه ما يدل على ما ذكرت علمت أن ما في أمره شك. يعني الاقتناع، إذا تحققت العلامات التي ذكرها دمنة للأسد فإن الأسد مباشرة سيغمض عينيه، وماذا سيفعل؟ سيفتك بالثور ويقتله. هكذا ننهي هذا النص. تلاحظون أن في هذا النص بنية قصصية، يعني أشرت إليها في عملية التحليل. هناك أركان قص، هناك أنماط قص علينا أن ندركها ونتبينها، هناك وصف، هناك حوار، وهناك سرد علينا أيضا أن نتبينه ونرصده في جداولة إن أمكن. تأليف النص، إذن شخصية الأسد صورة للراعي غير المسؤول، فالأسد يرمز للملك لكنه ملك غير مسؤول، ملك لا يعمل عقله، ملك ينصت لكل الوشاة وينصت ويصدق كل الأكاذيب. شخصية دمنة شخصية ترمز إلى الحاشية الانتهازية، الحاشية التي تستغل الفتن وتنشر الفتن وتشعلها من أجل بلوغ الكراسي. هذه الحاشية الانتهازية التي همها ماذا؟ همها الوصول إلى منصب عال في سدة الحكم وببث الأكاذيب، حتى وإن أدى ذلك بحياة الأفراد إلى طبعا الموت والعذاب. كذلك من خلال هذا النص نقد الوضع السياسي الذي يحكمه الفرد والواحد. فالأسد هل استشار غيره؟ هل أحضر من معه في نقاشه لمسألة كهذه، مسألة الخيانة العظمى؟ لا، وجدناه وحده، ملك إذن يحكم بانفراد. كذلك نلاحظ نقدا للوضع الأخلاقي الذي هيمنت عليه النميمة، وهيمن عليه الكذب، وهيمن عليه البهتان، وكذلك الانتهازية وحب المصلحة الشخصية. بهذا ننهي هذا النص. إن شاء الله سأحمل النص المقبل في القريب العاجل. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير. أرجو منكم الاشتراك في القناة ونشر الفيديو ودعوة أصدقائكم للمشاركة لتعم الفائدة. شكرا لكم، بالتوفيق.